نوبيليس معا نصنع المستقبل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موعد جديد من أحوال الطقس، ونستهلها بالوضعية الجوية لصبيحة يوم الجمعة إن شاء الله. إذا كما نلاحظ على الشاشة، الأجواء ستكون مشمسة على الجنوب الكبير، إذا على وسط الصحراء، حتى على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي للوطن. إذا بينما النشاط الرعدي سنرتقبه على الولايات الشرقية للوطن، إذا يلتحق بالسواحل الوسطى مع احتمال تساقط أمطار على هذه المناطق، بينما الأجواء ستكون مغشية على مناطق الهضاب العليا من الناحية الغربية حتى على المدن الداخلية للوطن. بينما درجات الحرارة إذن تبقى فصلية خلال هذه الصبيحة، نسجل 24 درجة بعنابة، الجزائر العاصمة ب 18 درجة، وهران تلمسان ب 20 درجة، سطيف قسنطينة ميلا ب 14 درجة، تبسة ب 17 درجة، غرداية 24 درجة، البيض ب 22 درجة، 31 درجة بكل من عين صالح وأدرار، 28 درجة ببني عباس، إليزي ب 27 درجة، تمناس 29 درجة. جوك على مقياس لهذه الصبيحة إن شاء الله، نرتقب على أقصى جنوب بعين قزام ب 32 درجة. ننتقل لحالة السماء خلال هذه الظهيرة إن شاء الله. إذا سحب كثيفة إذا تشهدها المناطق الشمالية، إذا جل المناطق الشمالية مع احتمال تساقط الأمطار على هذه المناطق خاصة على السواحل والمدن الداخلية للوطن حتى على شمال الصحراء. النشاط الرعدي إذا يلتحق على الجنوب الكبير، إذا وتحديدا بعين قزام وعلى مناطق الهجار وعلى مرتفعات الهجار والطاسيلي. إذن بينما درجات الحرارة تتراوح ما بين 24 درجة إلى 32 درجة على المناطق الشمالية، أما على الجنوب الكبير إذن بعين قزام 40 درجة، برج بجي مختار 41 درجة، نسجل نفس المقياس على ولاية أدرار، إليزي ب 37 درجة، جانت مناس ب 38 درجة، بني عباس ب 35 درجة. وكعلى مقياس لهذه الظهيرة إن شاء الله نسجل على وسط الصحراء بعين صالح ب 42 درجة. مشاهدينا ننتقل للملاحة والصيد البحري إن شاء الله. إذا حالة البحر ستكون إذا هادئة على طول الشريط الساحلي، راح يكون فيه بعض التموجات تهم السواحل الوسطى والسواحل الشرقية. إذا سرعة الرياح تتراوح ما بين 10 كيلومتر في ساعة إلى 25 كيلومتر في ساعة، اتجاهات الرياح مختلفة. مشاهدينا إذا نصل ختام نشرتنا الجوية وكالعادة بالمعلومات الفلكية الظاهرة على الشاشة لشروق وغروب الشمس. الغروب سيكون على الساعة 6:24. للمزيد من التفاصيل عن أحوال الطقس جزيرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة والخاصة بقناة الحياة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء، جمعة مباركة. موبيليس معا نصنع المستقبل.